السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة معانا مع تاني امتحان، تعالوا نشوف الامتحان بيقول لنا ايه. أول حاجة التعبير جايب لي بيقول لي رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. أول حاجة يا ولاد بعملها لازم أقرأ الكلمات كويس قوي، ومن الكلمات دي برتبها وأكون جملة ايه مفيدة. بيقول لي هنا مصادر أهم السياحة الدخل من القومي. طبعا احنا اخدنا الكلمات دي كلها واخدنا الجمل دي كلها، ها هنبتدي بايه؟ كلمة السياحة. يبقى السياحة ايه؟ السياحة من اهم مصادر الدخل القومي. طيب تعالوا رقم اتنين، الشيخ مدينة شرم السلام، ها شرم الشيخ مدينة السلام. البحر عروس الاسكندرية المتوسط، ها يا ولاد الاسكندرية عروس البحر المتوسط. طيب تلميذ بكار الاطلاع ذكي واسع، بكار تلميذ ذكي واسع الاطلاع. نحسن يجب معاملة أن السياح، يجب أن نحسن معاملة السياح. يبقى بنقرأ كل كلمة وبعدين نكون جملة مفيدة. بعد كده ثانيا القراءة من موضوع كاد العطش يقتله، اقرأ ثم أجب. وبينما كان الرجل يصعد من البئر رأى كلبا يلهث من شدة العطش، فقال لنفسه وقد أثر فيه منظر الكلب تأثيرا بالغا، هذا الكلب المسكين لحق به مثل ما لحق بي. أقرأ يا ولاد السؤال رقم ألف، بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لازم أركز وأقرأ الاختيارات كويس واختار الإجابة الصحيحة. معنى العطش بيقول لي الظمأ ولا الحر ولا الجوع؟ احنا عارفين العطش يعني ايه؟ يعني الظمأ. جمع البئر، البؤور ولا البئار ولا الآبار؟ ها جمع البئر ايه؟ الآبار. ماذا رأى الرجل عندما صعد من البئر؟ دايما السؤال رقم باء بيبقى الإجابة بتاعته في القطعة، يبقى لازم أقرأ القطعة كويس جدا. ها يلا نقرأها تاني. وبينما كان الرجل يصعد من البئر رأى إيه؟ كلبا يلهث من شدة العطش. يبقى ماذا رأى الرجل عندما صعد من البئر؟ رأى إيه؟ كلبا يلهث من شدة العطش. هنا بيقول لي حلل الكلمتين الآتيتين إلى مقاطع صوتية. أول كلمة بيقول لي إيه؟ المسكين. أنا عندي اللام القمرية، بيبقى الألف واللام مقطع لوحدهم، يبقى الألف واللام لوحدهم. طب أنا عندي السين هنا يا ولاد عليها إيه؟ عليها سكون. طب ما أنا عارف إن الحرف الساكن مع اللي قبله، يبقى الألف واللام مقطع والميم والسين مقطع. طيب الياء، الياء ده حرف مد، وأنا عارف إن المد مع الممدود، يبقى الكاف والإيه؟ الكاف والياء، وبعدين النون مقطع لوحدها. طيب كلمة تأثيرا، عندي الألف عليها سكون، يبقى الساكن واللي قبله، يبقى التاء والألف، وبعدين عندي حرف مد اهو، يبقى المد مع الممدود، يبقى الثاء والياء، وبعدين عندي التنوين، يبقى الراء والألف. بعد كده بيقول لي القراءة المتحررة، اقرأ ثم أجب. لازم أقرأ القطعة كويس جدا وبعدين أبدأ أجاوب على الأسئلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي جليل، عرف عنه العدل والحزم، كان لقبه الفاروق لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والباطل. سيدنا عمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فسيدنا عمر مثل أعلى وقدوة صالحة لكل حاكم وقائد يبحث عن العدل. لازم أقرأ القطعة كويس عشان أعرف أجاوب. بيقول لي أكمل الناقص مستعينا بالفقرة. رقم واحد، سيدنا عمر بن الخطاب هو الخليفة، ها أقرأ كده يا ولاد، سيدنا عمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، يبقى هو الخليفة الايه؟ الخليفة الثاني. عمر بن الخطاب صحابي جليل عرف عنه، تعالوا نشوف كده، عمر بن الخطاب صحابي جليل عرف عنه العدل والحزم، يبقى عرف عنه ايه؟ العدل والحزم. تعالوا بقى للسؤال رقم باء، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، تولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد علي بن ابي طالب. تعالوا نرجع للقطعة ونشوف، ها بيقول لي ايه؟ اني نقرأ كده، تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق، يبقى الإجابة صح ولا غلط؟ يبقى الإجابة غلط.
طيب السؤال التاني، سيدنا عمر بن الخطاب مثل أعلى وقدوة صالحة لكل حاكم يبحث عن العدل؟ طبعا الإجابة صحيحة. طيب هنا بيقول لي لماذا أطلق على سيدنا عمر لقب الفاروق؟ تعالوا برضو نرجع ونشوف، بيقول لي هنا إيه؟ هو عرف عنه بالعدل، كان لقبه الفاروق. ليه؟ لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والباطل. يبقى لماذا عرف بالفاروق؟ لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والإيه؟ الحق والباطل. بعد كده ثالثا النصوص، بيجيب لي نصين والأفضل إن أنا أحل الاتنين. طيب تعالوا كده، أول نص بيقول لي إيه؟ من نص ما أحلى أجواء القرية، اقرأ ثم أجب. رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، طفلا يهدي طفلا وردة. رقم ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مضاد تضحك، إحنا عارفين تضحك معناها إيه؟ معناها تبتسم. طيب يبقى مضادها إيه؟ تبكي ولا تلعب ولا تبتسم؟ لا، مضاد تضحك تبكي. مفرد الدور، الدرة ولا الدير ولا الدار؟ مفرد الدور ايه؟ الدار. جمع شمس، اشماس شموس شمسات، جمع شمس ايه؟ شموس. لازم يا ولاد اقرأ الاختيارات كويس جدا عشان اعرف احل وما تلخبطش. سؤال رقم باء بيقول لي ماذا رسمت نور كما فهمت من الابيات السابقة؟ كلنا عارفين ان دايما السؤال رقم باء بيبقى موجود عندي في القطعة، سواء القطعة دي كانت قطعة قراءة او قطعة ايه؟ نصوص. طب تعالوا نشوف كده، رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، طفلا يهدي طفلا وردة. يبقى نور رسمت ايه؟ رسمت شمس تبتسم، ورسمت ايه؟ طفلا يعطي لزميله ايه؟ وردة. طيب رقم جيم بيقول لي ما الجمال في شمسا تضحك فوق الدور؟ شمسا تضحك فوق الدور، قلنا يا ولاد اول لما يجيب لي ماء الجمال على طول ببقى عارف اللي هي ايه؟ تعبير جميل. ها تعبير جميل بيدل على ايه؟ تعبير جميل صور الشمس. هي الشمس بتضحك؟ لا، امال مين اللي بيضحك ومين اللي بيبكي؟ الانسان. يبقى صور الشمس بايه؟ بانسان يضحك. تاني يا ولاد، تعبير جميل صور الشمس بانسان يضحك. تعالوا نشوف النص الثاني، النص الثاني من نص إسلامي يا مصر، اقرأ ثم أجب. إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. رقم ألف بيقول لي هات من النص مرادف التضحية. يعني إيه التضحية يا ولاد؟ يعني الفداء. التضحية يعني إيه؟ يعني الفداء. طيب مضاد الآخرة، مضاد الآخرة إيه؟ مضاد الآخرة الدنيا. مفرد الأيام، مفرد أيام إيه؟ اليوم. لازم يا ولاد وأنا بحل أخلي بالي كويس، أشوفه هو عايز مني معنى ولا المضاد، عايز الجمع ولا عايز المفرد، أركز كويس. رقم باء بيقول لي هنا إيه؟ ماذا يتمنى الشاعر لمصر في الحاضر والمستقبل؟ ها بيتمنى لها إيه؟ بيتمنى لمصر حاضر طيب ومستقبل مشرق. يبقى الشاعر بيتمنى لمصر إيه؟ حاضر طيب ومستقبل مشرق. رقم جيم بيقول لي اكتب بيتين بعد هذين البيتين، يعني عايز البيتين اللي بعد دول. ها تعالوا كده نقول من الاول مع بعض، اسلامي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. طيب يبقى هو ده البيتين اللي بعد البيتين دول. تعالوا بقى نكمل الامتحان بتاعنا. رابعا القواعد النحوية، لازم أقرأ القطعة كويس جدا واشوفه عايز مني ايه. القطعة بتقول لي ايه؟ الفلاح المصري مجتهد، يذهب إلى الحقل صباحا، يقضي وقته في ري الأرض ورعاية الزرع، ويعود في المساء سعيدا. أول حاجة بيقول لي إيه رقم ألف؟ استخرج من الفقرة السابقة. رقم واحد بيقول لي إيه؟ اسما. أول يا ولاد لما يقول لي اسم أبقى حاطط في دماغي، يا ولاد إن الاسم إيه؟ هو الاسم، تعالوا نفتكر مع بعض، الاسم هو ما يدل على ها إنسان حيوان نبات جماد زمان مكان أو صفة. طيب الاسم ده له علامات،
له علامات. اول حاجة بيقبل ال، يعني ايه بيقبل ال يا ميس؟ يعني بيبتدي بألف ولام. تاني حاجة بيبقى اخره ايه؟ تاء مربوطة. بيبقى قبله حرف جر، بيبقى قبله أداة نداء، بيبقى فيه تنوين. طيب وانا بدور على القطعة ابقى حاطط في دماغي كل الحاجات دي يا ولاد. طب تعالوا كده ندور مع بعض. ده انا عندي اول كلمة اهي الفلاح، يبقى ده اسم ابتدي بألف ولام. طيب تعالوا نشوف المصري، برضو نفس الحكاية بادئ بألف ولام. طب كلمة مجتهد، كلمة مجتهد ده بيدل على صفة يا ميس، يبقى اسم. يبقى اسم. طيب تعالوا نشوف كده، ادي حرف جر. ايه ده يا ميس؟ اسم قبله حرف جر، يبقى اسم على طول. يبقى كلمة الحقل. ها كلمة ري، كلمة الأرض، رعاية، الزرع، المساء، سعيدا، فيها تنوين. يبقى يا ولاد وانا بختار احط في دماغي القاعدة الاول وبعدين ابدأ احل. يبقى اسما اختار اي اسم من الاسماء اللي موجودة عندي دلوقتي. يبقى كلمة الايه مثلا الفلاح. تاني حاجة فعلا برضو احط في دماغي الفعل. الفعل ده بيدل على ايه؟ بيدل على شيء بيحدث في زمن معين، شيء يحدث في زمن معين. طيب الفعل ده منقسم لثلاثة أقسام، عندي فعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع. طيب الفعل المضارع بيدل على حاجة بتحصل إمتى؟ بتحصل في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو الوقت الإيه؟ الوقت الحاضر، أو حاجة بتحصل في المستقبل. طيب الفعل الماضي لا، ده بيدل على حدث وقع وانتهى خلاص. طيب الفعل الأمر، الفعل الأمر ده أنا بطلب منك إنك تعمل حاجة معينة. طب تعالوا ندور كده في القطعة، يلا نمشي واحدة واحدة. الفلاح، المصري، مجتهد. لا احنا خلاص عرفنا إن الجملة دي كلها كده جملة اسمية. طيب يذهب، كلمة يذهب ايه ده؟ يذهب. ها يلا، ده ايه؟ ده فعل ولا اسم؟ لا ده اسم، ده فعل. ليه؟ عشان بيدل على شيء بيحدث في زمن معين. طب كلمة يذهب ده فعل ايه؟ فعل مضارع. طب انا عرفت ازاي؟ تعالوا نشوف، يا اما نحط حرف السين او سوف. ها سيذهب او سوف يذهب. لا خلاص ده فعل ايه؟ ده فعل مضارع. طيب في كمان عندي فعل، عندي كلمة يقضي، عندي كلمة يعود. يبقى اقرأ القطعة يا ولاد كويس جدا واطلع منها اللي انا محتاجه. طيب هنا بيقول لي ظرفا وبين نوعه. برضو وانا بحل ابقى حاطط في دماغي ان الظرف منقسم لقسمين، ها ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان بيدل على ايه؟ بيدل على، طيب يبقى الظرف بينقسم لقسمين، ظرف زمان. قلنا ظرف الزمان بيدل على ايه؟ يدل على زمن حدوث الفعل. طيب وظرف ايه كمان؟ ظرف مكان. ظرف المكان ده بيدل على ايه؟ على مكان حدوث الفعل. طب يلا نقرأ القطعة كويس ونشوف حاجة بتدل على زمن حدوث الفعل. يلا كده، الفلاح المصري مجتهد، ها يذهب إلى الحقل صباحا. ايه ده؟ متى يذهب الفلاح إلى الحقل؟ بيذهب إمتى؟ صباحا. يبقى ده دل على الزمن اللي بيذهب فيه الفلاح إلى الحقل. يبقى كلمة صباحا دي إيه؟ كلمة صباحا دي ظرف. طيب دل على زمن، يبقى على طول ظرف إيه؟ ظرف زمان. طيب وإحنا عارفين الإعراب ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة. طيب بعد كده بيقول لي حرفا. الحرف منقسم لثلاثة زي ما إحنا عارفين، حرف جر وحرف عطف وحرف نفي. حروف الجر عارفينها، من إلى، عن، على، في، الكاف واللام والباء. طب حروف العطف الواو والفاء وثم وأو. طيب حروف النفي لم، لن، لا. طيب هو ما حدد ليش حرف ايه، اختار اي حرف انا عايزه. ادي عندي كلمة إلى اهي حرف جر، عندي في حرف جر. طيب يبقى لازم أقرأ القطعة كويس واختار واحط في دماغي القاعدة وانا بحل. تعالوا بقى نشوف رقم باء عايز مني ايه. بيقول لي اكمل بما هو مطلوب بين القوسين. رقم ألف بيقول لي نقط ماهر، اشوف هو طالب مني ايه. بيقول لي عايز مبتدأ. ايه هو المبتدأ؟ المبتدأ ده اسم بتبتدي بيه الجملة، اسم. يبقى انا حاطط في دماغي علامات الاسم، يا اما ألف ولام، يا اما تنوين، يا اما اخره تاء مربوطه، يا اما قبله حرف جر او نداء. طيب ماهر، مين ده اللي ماهر؟ ممكن اقول التلميذ ماهر. خلاص يبقى ايه هو المبتدا؟ هو الاسم الذي تبدا به الجمله. يبقى مثلا التلميذ ماهر. رقم 2 الشجره، عايز خبر.
الشجرة بسأل المبتدأ أقول له الشجرة مالها؟ ها الشجرة مالها؟ الشجرة مثمرة. يبقى الخبر هو الاسم اللي بيكمل مع المبتدأ معنى الإيه؟ معنى الجملة. يبقى الشجرة مثمرة. طيب رقم 3 بيقول لي نقط مصانع كبيرة، عايز اسم إشارة. طيب أبص الأول أولاد للمشار إليه، كلمة مصانع جمع ولا مفرد؟ لا دي كلمة مصانع دي جمع. طيب جمع عاقل ولا غير عاقل؟ لا مصانع جمع غير عاقل. طب أفتكر كده إيه اسم الإشارة اللي أنا بستخدمه الجمع غير العاقل؟ ها هذه، يبقى هذه مصانع كبيرة. رقم 4 بيقول لي نقط تلاميذ موهوبون، عايز ضمير مخاطب. أبص برضو على كلمة تلاميذ، كلمة تلاميذ دي جمع ولا مفرد؟ لا ده جمع، جمع مذكر ولا مؤنث؟ لا دي جمع ايه؟ جمع مذكر. يبقى على طول ايه جمع المذكر اللي ايه ضمير المخاطب اللي للجمع المذكر؟ ها هيبقى ايه؟ انتم، يبقى انتم تلاميذ موهوبون. رقم جيم بيقولي التلاميذ يلعبون في الحديقة، حول الجملة الاسمية السابقة الى جملة فعلية. على طول يا ولاد اول لما اشوف الجملة دي اعمل ايه؟ اعمل مقص. يعني ايه مقص يا مس؟ يعني اطلع الفعل في اول الجملة وادخل الاسم بعد الفعل على طول. طيب ينفع اقول يلعبون التلاميذ يا ولاد؟ ما ينفعش، الفعل في اول الجملة لا يثنى ولا يجمع. يبقى ايه؟ يبقى يلعب التلاميذ في الحديقة. ها تاني، يلعب التلاميذ في الحديقة. رقم 2 بيقول لي هذا هو الطالب المجتهد، اجعل الجملة السابقة للمثنى المذكر وجمع المذكر. طيب قال لي مثنى مذكر، طيب هذا ده اسم إشارة. طيب ايه بقى اسم الإشارة اللي انا بستخدمه للمثنى المذكر؟ يبقى ايه؟ هذان. يبقى هذان هما الطالبان المجتهدان. طيب جمع المذكر، كلمة الطالب أو كلمة هذا، ده كلمة الطالب ده عاقل ولا غير عاقل؟ لا ده عاقل. يبقى على طول استخدم اسم الإشارة إيه؟ هؤلاء. يبقى هؤلاء هم الطلاب المجتهدون، هؤلاء هم الطلاب المجتهدون. وبكده يكون الامتحان بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.